هلا محطتنا نارمين حتكون مع رجال المرور العين الساهرة لتأمين الحالة الطرقية بشتى الظروف والأوقات أكيد، وخاصة هلا بالمنخفضات. للحديث بشكل موسع حول هالموضوع والتحذيرات والإجراءات المقامة، أيضا معنا عبر الهاتف سيادة العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية. يسعد صباحك. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الورد، اهلا وسهلا. تمام سيادة العميد، أول شيء بدنا نحكي اليوم عم نشوف أكيد عناصر المرور موزعين بكافة المفارق والنقاط والتقاطعات. خلينا نحكي عن طبيعة عملكم وخاصة بالمنخفض اللي عم تشهده هالأيام سوريا. طبعا حاليا الاستعدادات اتخذت منذ المنخفض الماضي الذي مر على القطر منذ أكثر من 3 أو 4 أيام، والآن الاستعدادات جاهزة لاستقبال هذا المنخفض، منخفض طبعا الخير والعطاء، والذي نتمنى طبعا أن يعم كل سوريا. بالمقابل هناك استعدادات كبيرة وجاهزية عالية لدى فروع المرور في كافة أنحاء القطر، وأيضا مراكز الطرق العامة المنتشرة على الشبكة المركزية التي تربط بين المحافظات من بيت ياشور في اللاذقية وحتى حزم في سويداء. هذه المراكز جاهزة عتادا وعدة وضباطا وعناصرا أيضا، وجاهزة فنيا طبعا من خلال الكاسحات والجرافات التي تقوم طبعا بفتح الطرقات. ولاحظنا طبعا في المنخفض الماضي كيف كان رجال المرور والجهات الأخرى المختصة بإغاثة من انقطع على الطرقات، بفتح الطرقات في اللاذقية وطرطوس وحماة وريف دمشق ودمشق ومختلف المحافظات السورية، أيضا برش مادة الملح حيث كانت درجات الحرارة منخفضة جدا، مما أدى طبعا إلى تشكل الجليد على معظم طرقاتنا. لذلك قاموا برش مادة الملح بمراقبة الطرقات عبر هذه المراكز، مراكز الطرق العامة، ورأينا عبر مواقع التواصل وكل المحطات كيف كانوا رجال المرور العين الساهرة وكيف كانوا يقومون بأداء واجبهم بامتياز، يستحقون فعلا كل التقدير. وكيف رأينا رجال المرور يقومون بإغاثة من انقطع على الطرقات أطفالا ونساء وقائدي مركبات. لذلك نستطيع القول أن نحن كإدارة مرور وفروع المرور في المحافظات ومراكز الطرق العامة البالغ عددها أكثر من 25 مركز جاهز لاستقبال المنخفض بكل عتادها وعدتها، وجاهزين أيضا لإعطاء المحطات الوطنية وشاشاتنا حالات الطرق العامة، حرصا طبعا على راحة وأمان واطمئنان المسافرين عبر شبكتنا المركزية أو داخل مدننا. نعم، يعني نعم. سيادة العميد، نعم. يعني أول شيء تحية لكم رجال المرور على جهودكم المبذولة لتسيير الطرقات وتهيئتها بالأحوال الجوية الحالية، لكن خبرنا أيضا نعم. عن حالة الطرق العامة بما أنك نعم. ذكرت عن حالة الطرق العامة. نعم. نعم. حاليا حتى هذه اللحظة، ونحن طبعا اتفقنا مع محطتنا الوطنية الإخبارية، ولاحظنا البارحة تم نشر حالة الطرق على الشريط الإخباري على الإخبارية. نعم. حاليا طبعا لدينا كثير بصراحة من الطرق، لكن الفرعية الداخلية الغير سالكة بسبب تراكم الثلوج. يعني ريف دمشق بصراحة هناك بعض الطرق قطنة وعرنة والزبداني سرغاية، بصراحة هذه غير سالكة بسبب تشكل الجليد. نعم. معظم طرق محافظة اللاذقية الفرعية غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، كجوبة برغال وبيت ياشوط وصلنفة ومقامات بني هاشم وجوبة برغال الشعرة الغاب بيت ياشوط الغاب بيت ياشوط بطموش. هذه بصراحة وردت الآن من قيادة شرطة محافظة اللاذقية أن معظم هذه الطرق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج. أيضا هناك حماة نهر البارد وبيت ياشوط وشطحة وجوبة البرغال وجورين وصلنفة، أيضا غير سالكة حتى هذه اللحظة بسبب تراكم الثلوج. السويداء وكالعادة بصراحة يعني أغلب طرق المحافظة الفرعية وأهمها ناحية المشنف وسويداء الكفر والطرق المؤيدة إلى ناحية ملح غير سالكة بسبب
الضباب الكثيف حاليا في محافظة السويداء. طبعا نحن بانتظار الجديد والطارئ في كل المحافظات والذي يصلنا بسرعة قياسية، ونقوم طبعا بإرسال حالة الطرق إلى محطاتنا وشاشاتنا الوطنية حتى يتعرف عليها الأخوة المواطنين والسائقين. لكن إذا سمحت لي، تفضل. أن هناك جملة من الإرشادات والنصائح علينا أن نتفاعل معها، وخاصة وفق وصول هذا المخفض علينا تقديم نصائح وإرشادات، وقد طبعا أرسلناها إلى كل محطاتنا وفروع المرور ومراكز الطرق العامة حتى يتعرف عليها الناس، حتى الذي يريد أن يسافر يعرف حالة الطرق ويعرف ما هي الإرشادات والنصائح. أولا ننصح نحن كإدارة مرور بعدم السفر إلا للضرورة القصوى، وخاصة من محافظة إلى أخرى حتى يمر هذا المخفض بسلام وخير. أيضا ننصح الأخوة السائقين على كافة المحاور الداخلية والتي تربط بين المحافظات بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة، وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار. ونقول وقلنا دوما أن علينا أن نتقيد بالإرشادات التالية في هذا الفصل، فصل الخير والعطاء. علينا أن نتأكد من الجاهزية الفنية للمركبة كالمكابح، ماسحات الزجاج، مزيلات الضباب، الأنوار الأمامية والخلفية، بطارية المركبة، سلامة الإطارات، وهذه كلها تقل فعاليتها في فصل الشتاء. نعم. علينا كقائدي مركبات ونرجو ونتمنى على الأخوة المواطنين والسائقين التقيد بالسرعات المحددة، فهي كانت سببا رئيسيا من أسباب الحوادث في سوريا، وتخفيف السرعة تدريجيا لنتأقلم مع تأثير الشتاء على المنظومة المرورية. علينا أن نحافظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى. أيضا هناك كما تلاحظين بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم السائقين باستخدامها، مثل استخدام الهاتف النقال والواتس أحيانا والقراءة أثناء القيادة. علينا أن نبتعد عن جملة من هذه المخالفات حتى نكون بأمن وأمان. كما أذكر الأخوة المواطنين أن لدى إدارة المرور رقمي هاتف على مدار 24 ساعة للاستعلام عن حالة الطرق، 5-422-703، 5-411-365 للاستعلام عن حالة الطرق في أي لحظة ودقيقة. نعم نعم سيادة العميد، أكيد بدنا نشكر كل جهودكم يلي عم تكون، وبدنا نوجه التحية لكل رجال المرور يلي عم يتواجدوا بالطرقات ضمن الصعب الظروف وبكل الأجواء والمناخات. خلينا نسأل حضرتك، كيف ممكن يتم التواصل مع العناصر المرور بحالات الضرورة القصوى؟ طبعا في حالة الضرورة القصوى كما قلت لك 115، هذا في كل المحافظات السورية، هذا رقم مجاني عمليات المرور. في أي محافظة يستطيع المواطن أو السائق الاتصال في 115 وإعطاء هذه غرفة العمليات أي طارئ قد يحدث والاستجابة بإذن الله فورية. أيضا رقمي الهاتف في إدارة المرور، هاي الرقمين أيضا عاملين على مدار الساعة، يستطيع أي مواطن الاتصال واستعلام عن حالة الطرق، أيضا الإبلاغ عن أي طارئ قد يحدث وفي أي محافظة كانت، وعلى طريق السفر أيضا مراكز الطرق العامة أيضا تستقبل الاتصال بين محافظاتنا على 115. نعم سيادة العميد، نحن نشكرك لكل المعلومات والتحذيرات، نقول لكم يعطيكم ألف عافية على الإجراءات الوقائية لتهيئة الطرقات، وخاصة هذا المنخفض الصعب الثلجي يلي طبعا هيك غطى الأبيض عدة مناطق ومحافظات بسوريا. نقول لك شكرا لك لوجودك معنا، وطلعنا على هي التحذيرات والآليات وأيضا كيفية التواصل معكم. شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا شكرا لك سيادة العميد. يعني أكيد بدنا نرجع نوجه التحية لكل العناصر المجهولة بكافة القطاعات، سواء بالمشافي ولا عناصر المرور أو الداخلية، اللي دائما كل الناس ممكن تكون معطلة ولكن هم موجودين على رأس الساعة على عملهم. يعطيكم ألف عافية.